اليوم رح نقضي 24 ساعة ناكل من أكل المحطات، بس الموضوع ما حيكون بس أكل، رح نعمل كتير تحديات وحيكون في شغلات خطيرة، فتابعوا الفيديو للآخر حتى تشوفوا مين حيربح، وإن شاء الله تنبسطوا بالفيديو. قبل ما نبلش اشتركوا بالقناة وعملوا لايك، ويلا خلونا نبلش. ما شاء الله على النشاط الصباحي، نشاط رياله، رياضه صباحيه من عند الصبح بتفيق نشيطه. احنا بنفيقنا ثانيين ووجوهنا مدري شلون. شوفوا المساحه كبيره للركض، كيفت. اوه هاي هوايتها المفضله، تلاقي بقعه مي وتنط فيها. تاخرنا يلا ركضي، ادخلي بسرعه. شاطره امي. يوم فايقين يا جماعة، من 8 الصبح وجوعانين كتير. كان عنا موعد هلأ خلصنا، فحابين اليوم نجرب تجربة جديدة. حنروح اليوم نفطر بالمحطة، هذا ترند ما بعرف طالع جديد وحابين نعمله اليوم. بالعادة بناكل كروسان أو أكلات، بس ولا مرة جربنا إنه فطور أو غدا أو هيك، ولا مرة جربنا ناكل من عندهم. على مدار ال 24 ساعة رح ناكل من المحطات، وأنا متحمس كتير لهي التجربة. نبلش باي، انت شوفي التنبط. هلا بما انه صرنا بالمحطة بدي فرجيكم اسعار البنزين والمازوت اللي هي اغلى شيء بالعالم يا جماعة. شوفوا ما بعرف اذا مبين عليكم، سعر البنزين 2 يورو يا جماعة، شوفوا اغلى مكان في العالم اتوقع. ثاني سطر صح؟ ثاني سطر ايه، شوفوا 97. فما شاء الله شيء رهيب. اوكي هلا صرنا باول محطه يا جماعه، شوفوا شو عندهم، منو كامل ما شاء الله. وهي هي المحطه من جوا، ما صورت لكم اياها. هنيك في مثل قعده مطعم، فشكلنا توفقنا. ناخذ توستيز وهيك شغلات فيها جبنه، شو رايك؟ او بانيني، هيك اكلتي المفضله. عشان اذا حدا مسافر مستعجل عنده زياره عنده مناسبه، هون شوفوا قديش في شغلات هدايا حلوه وقصص كثير حلوه. فهي شغلة حلوة بهي المحطة صح؟ ما شفتها بمكان ثاني. لأنه بتلاقوا من كل شيء شغلة، شوفوا حتى هون يعني إذا أنتم مستعجلين بتلاقوا من كل شغلة قطعة. واو. مشان تلاقوا هيك على السريع يعني مدبرين حالهم. بس لا المحطة كثير حلوة، هي مطعم مو محطة هاي. شنز حلو جايبه؟ ايه شنز حلو جايبه. والله حاسبين حساب كل المناسبات. هاي شان باربيكيو اذا عم تشوي. رولا تعرفت على مكان جديد، الله يستر. بس هون الاسعار ضرب 10 على فكره. ايه اغلى. لانه هاي للمستعجلين. هاي للشخص المستعجل فبيستحكموه يعني. مينا بدك هاي؟ برتقال؟ بس هاي كثير كبيره. شو ناخذ لنا بيرلا؟ بيرلا حليب. حليب؟ في حليب بس كمان كبيره كثير. ولا بدك قهوه؟ قهوه انا قهوه. او انا قهوه كمان. هلا بتحط كاسه صغيره وبتطلب حجم كبير. هلا شوفوا رولا على طول بتعمل هالحركه وبنرجع تنكب كلها. لا ما هي بتوقع شوف كلهم نفس المقاسات. اوكي ان شاء الله خير يا رب. شوفوا مين معي هون. طلبت لنا شغلات طيبة. في ناس ما بقى يصبروا. شوفي شوفي صحة ويلا. شو طلبت لنا حسام؟ طيب هاي اسمها لوكسا كب الهولندية، يعني كب فخم، دجاج فخم. وهي بنيني بتعرفوها كلياتها. هاي بتجي مثل جبنة وبيستو، وهي شوفوا اوه يامي مع صنوبر. يا سلام والله فعلا لوكسا يعني اسمها مسمى فخمة. هاي جبنة للبنات بحبوها كثير. وهاي كمان اكله، هاي تحلايه. تحلايه شو اسمها؟ هي والله نسيت انا كمان. كوكيا. وهي انا هون طلبت لي كابوتشينو، وحسام قهوه، وبيرلا بدها توقعنا الطاوله كلها. يلا يا جماعه نبلش ناكل. بس شوفوا القعده والله مطعم نظامي هون. تبعت بيرلا حسام بتجنن. هاي كثير طيبه، كثير بحبها. كثير طيبه. شو هي بتقول لحالنا احلى شيء. الدنيا الصبح ما حدا جاي يعمل. الصبح بفيق بالمحطة. قايمينا اكلتك رلا، تفضلي. شهيتيني. ما
عنده وقت تقيم يعني. هذا الخبز الهولندي كتير كتير أكله صعب يعني. أو قاسي قاسي كتير بس طيب. بس أنا بحبه تعودت عليه يعني. قديش تعطيه من 10؟ 8.5 من 10. والله وين راحت 1.5؟ الخبزة. بيلا بيلا شو هيك تمك؟ تمك كله أكلات. يلا دور حسامي قيم أكلته. هاي ميلا هون عم تشرب عصير. عاملة الزاوية لحالة. ميلا انت شو عم تعملي؟ في كوكيا طيبة. هاي كتير طيبة عجبتك يعني؟ ما قيمت لنا اياها. قد ايه بتعطيها؟ 9.5 من 10. اوه طيبة كتير. ما كتير كتير عجبتني طرية. لا 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 شوفوا شوفوا شوفوا. كوفي كوفي. وين كوفي؟ شوفي هلا شو عندهم شغل بعد ما نمشي. شوفي شوفي تحت بيرلا. والله الارض كلها صارت حلوه. الخبز تبعهم بهر كثير. ما دخلنا نحن. بنتك ما دخلها. هو الخبز تبع بهر. خلص تقييم المحطه هو 0 لانه خبز بهر. صحه وهنا. صحه وهنا ميلا. ما عم يخلص العصير. ما عم تفضلي. يلا تفضلي على السياره. تفضلي. قديش بتحب تشيل بايديها اغراض؟ روح قلبها صارت اكثر معناتها تنبسط مبسوطه. ايه اوكي تقييمي لاول محطه اللي هو الفطور هو 9 من 10. انا بما انه كثير حبيت القهوه عندهم فبقيمها 9.5 من 10. اهم شيء عندك القهوه انت. اهم شيء. عندي اهم شيء القهوه فهيك روقت. اوكي هلا حاخذك على الغداء بعد شوي يعني مو هلا بس نجوع. حاخذك على محطه كثير سيئه. ليش يعني من باب التغيير؟ ايه طبعا لازم تجربي شغلات. هاي فكره فيديو ثانيه. نجرب اسوء محطه احسن. اي والله كتبوا لنا اذا حلوه ولا لا. بس قبل هلا حناخذ البنات يلعبوا شوي لانه في طاقه مو طبيعيه. انا هلا عرفت ليش انت بفيديو اليوم مبسوطه لانه لا فطور ولا غدا ولا عشاء ولا شيء عم تجهزي انت كله جاهز. لا وعم تقلي شو عم تقلي خلينا نعمل هاي الفكره مره ثانيه حسام نعمل أسوأ او احسن محطه. ما شاء الله تحديات كترولي منهم بالتعليقات. شكلك سلسله اخذتيها خلص. بس انا ريحوني من الغدا فطور وعشاء كله كامل اليوم برا البيت. بعد ما لعبنا البنات وانبسطوا رحنا قضينا النهار بمدينة تانية وهلا صارت الساعة شوفوا تقريبا 4 وكتير كتير جعنا صار وقت الغداء. حسام اليوم فتلنا نص هولندا يا جماعة من شمالها لجنوبها. وهلا شو قال بدي اي محطة طعمينا فيها. هلا خلينا ندور على محطة هيك محرزة لا شيء. بدي اول محطة لانه كتير جعت. انت كمان جوعانة ميلا؟ كتير جوعانة؟ شو بدك تاكلي؟ اي بيضة. وصلنا نص ساعة عم نمشي بالشارع، ليش ما في محطات ما بعرف. كمان شايفين شلون الجو تغير سبحان الله يعني وقت طلعنا مكان هيك هلا كابسة مطر قوية كتير كتير. طلعت من حظنا انه محطة كتير صغيرة. شكلها في اكلات طيبة. بس خلص هاد حظنا ونصيبنا ما بصير نغير. احنا قلنا اول واو هدول طيبين سبايسي تشيكن وهاي تندوري وهون سندويش جبنة. هاي كيف كمان سندويشات. هدول باردين وفي هناك اشياء سخنة كمان. هدول هدول هيك اجواء هولندية اكلات هولندية. طيبين. اوكي شو لقيتي هون؟ هدول الخبزات تبع الجبيب. لا هدول ما خرج غدا ولا نحن نتغدى. انت شكلك بدك قهوه. السخنين اللي عم قلك عليهم هدول كرات دجاج وهيك قصص. هي البنينه هي قبل شوي اكلنا منها. لا حاج دخيلك حاج معناها هدول اللي حناخذ هدول السندويش. في عطورات بدك عطورات؟ والله عندهم قسم عطورات شو. حالك بالسوق الحر عطورات قصدي. هاي بالمطار ما شاء الله. في سندويشات كمان في بيض. او ميلا ما قلت لك اي شوفي هاي فيها بيض. بدك اي؟ واو.
طلعت بيكن معنو ميلا بدها بيض حرام. يلا نختار غيرها. خدي هاي الدجاج تحتها. شاطرة خدي هاي. شوفي ميلا هون في وافل. كلهم طيبين. هاي أكلة هولندية كمان كتير طيبة بهريسة اللوز. شوفي ميلا شوفي هاي. هاي انتي بتحبيها كتير. ورجيني شو أخدتي. أخدتي شغلات طيبة. كله أخدتي. والله التحدي إليك مبين. كتير هي أكثر شيء فرحانة عليه. كتير لقينا أشياء غريبة وطيبة. أول شيء أنت حسام شو اخترت؟ أنا بدي تشيكن تندوري. هاي ميلا اختارت هاي بالاخير. اخذت هاي السندويشه. هاي بتجي انه جبنه وبندوره وخيار وهيك قصص. صح الدور بيرلا كمان. بيرلا جبت لها هاي صايره مثل لبن وفراوله وهيك يعني خرج بيبيات واطفال مفيده كتير كتير. انا اخترت هاي سبايسي تشيكن دجاج حار وتبين كتير كتير طيبه لانه شوفوا هيك بقلبها مثل البروستد يعني. فيلا نقيمه الحسام. انا معصب لانه ما لقيت شيء هيك سخن يتاكل طيب بس انه اوكي انت هيك اكل المحطات. انت وافقت على فكرة الفيديو اليوم. هلا هدول الوجبات الرئيسية ترى يا جماعة. يلا حلويات وفي قصص هلا حنورجيكم. شوفوا بطني مليان اكلات وبرا عم بتمطر غرقت الدنيا. شوفوا ميلا كمان ما عم تورجيكم. بدي ورجيكم. والله ميلا عرفت. شوفوا شوفوا والله بتشهي يا امي. تفضلي ميلا. والله كبيرة عليك اكبر منك. طيبة؟ طيبة؟ اعطيني لقمة. ذوقيها لبابا. يلا انا بدي اجرب وجبتي. هاي تشيكن تندوري. لا بس مو زابطة على الغداء هيك اكل بس انه نعمة الله. شوفوا هاي هي انتي تشيكن سبايسي. توقع تشبه هاي سيئة. طيبة بس توقعتها اطيب من هيك. راضي يعني تشيكن هيك حاطين هيك نقطة. هي لأنه هاي حاطينها بالبراد فالبروستد اللي بقلبها بطل مقرمش صار هيك طري. كان أعطيتها 10 من 10 بس هلأ بعطيها 6. أوكي يا جماعة تقييمي لأكل هاي المحطة هو 4.5 من 10. طيبة. شوفوا هذا جبته مثل كوكتيل فيه فراولة وكرز وكتير كتير قصص. ما شفتوا مبارح صورنا لكم كانت الدنيا كتير مطر وما قدرنا نكمل التحدي ونروح على محطات تانية. بهدلنا حرفيا غرقنا مع البنات. فاليوم يوم جديد ورح نكمل ونروح على محطات جديدة. بس اللي ما بيعرفوا حسام انه اليوم حيكون في تحدي وهلا حنحكي لكم كل شيء. حسام معك 30 ثانية تلاقي 3 شغلات باللون الزهري اللي لابسه. 30 ثانية؟ ايه هلا بس ندخل هلأ. بس ندخل. لا بس ندخل. والتحدي عليكي لازم. وانا بدي نقي باللون الاسود بما انه لابسه اليوم لون اسود. هلا حتشارك اليوم حتشارك. المهم انا بالاسود وانت بالزهري. واللي بدي اسألنا وين ميلا؟ ميلا ضلت بالبيت يا جماعة مع عمها. حسام صارت كتير صغيرة هي. كل ماله عم يصغر بالمحطة. عن جد بلشنا من الكبير عم يصغر. كل ماله عم يصغر. شوفوا هاي هي كلها لحظة وقف الكون. شايفين هاي هي كلها كتير صغيرة. 1 2 3 يلا طلع. سهلة أصلا سهلة رونا. شوفي كلها زهري. خلص الوقت خلص الوقت. يلا يلا ضلت 12 ثانية حسام وانت لسه عم تتفرج. اوه على الوقت ضلت. خلص الوقت. والله اكلت كفوف بحياة عمري ما اكلت. شفت بيرلا عم تسفق كفوف. يلا رولا 1 2 3 بلش الوقت. والله صعب اللون الاسود كثير. اوه مليان رولا. قرب يخلص وقتك. هذا ثانيتين تنقي ايس كريم. والله عرفت تنقي انت مو بس هيك عشوائي. كرمال بيرلا معك 10 ثواني تنقي لها شغله واحده لبيرلا. بلش الوقت. اصفر مثل مو لابسه. يلا اي شيء. هون في شوكولاته. تعي ضل 3 ثواني. هاي شوكولاته صفراء. هون بسستني. بدي ساعد بيرلا.
بدي ساعد بيلا حرام. طب بدلية ما طيبة هاي. حرام. اوكي يا جماعة، نحن مو بس اشترينا ثلاث شغلات، هيك كمان اشترينا سناكات تانية، اشياء اخرى ما قدرنا نقاوم. المهم حسام سمح لي بدل الشوكولا، فاخذت شوكولا اغرب لبيرلا، اخذت هاي تويكس باللون الازرق، مكتوب عليها ان سولتد كراميل يعني مملحة. ساخت ها من كتر الشوب، يا مو طبيعي لسه ما لحقنا نجي على السيارة فورا ساخت. نحن عم ندوب لا بأس، يعني كتير بتشبه التوكس العادية. يعني النكهة ما كتير في ملح ظاهرة. حلق بالأخير وقت بلعتها ما كتير، اشتريناها لبيرلا ونحن ناكل. هو مو لبيرلا. شوفوا حسام شو أخذ كمان، أخذ الدوناتس باللون الزهري. واو، أنا كمان غرت منه وأخذت دوناتس المفروض باللون الأسود، بس هي بني يعني اللودر. لا يعني والله الواحد ما بيقدر يقاوم الدونات هاد. انا كثير بحبه على فكره، شلون عرفت تجيبه انت؟ يعني انت حتاخذي؟ والله كثير طيب. هذا بيجي هيك لبن معه فراوله، وعلى الوش في هيك مثل موزلي يعني مثل كورن فليكس، ومعه معلقه. فكره وجبه مشبعه يعني، ها ظريف هيك للسفر هالقصص. وهاد شيبس يا على فكره، انا ما بعرف شو هاد. هذا ليز ولا شكله كثير حار، شوفوا واو ملتهب ملتهب. اخذت عصير. صح، هي كمان حسام بالزهري اخذ عصير. المهم انا بدي ادوق الايس كريم تبعي. المهم انا بدي ادوق الدونات تبعي. اوه هاتي هاتي ساخت والله. يامي والله، اطيب شيء بهالجو الحار عن جد. طلعت اسكى منك وطلبت شيء بارد. الا مارشميلو. ها في حدا عم يتنوق علينا من بين الكرسيين، شفتوه يا جماعه؟ ترى عم طعميه يعني، بس هي بتضل بدها. هاي لبيرلا تفضل. فكرة يعني بقلها ما لازم تاكل اكلات وسكريات. عم بعطيها عجينه معلش. هاد دوما موضوعنا انا وحسام، دوما بنتحارق على هالشيء، هو ما عنده مشكله بيعطيهم اكلات وانا ما بحب اعطيهم اكلات وشوكولا وهيك، بما انه انا لسه ما فطرت ففرت اسرق له اياها لحسام واكلها. هاي خرج بيرلا على فكره. شوفي ناكل انا وبيرلا هلا لصعب بالسياره شوي. لا ويلك تري لي اياهم، والله شكله كله بده يهرب بالسياره. قولي اكيد معلقه بالحياه. هلا بنعمل هيك، بنجيب هذا الموزلي ونفضيه هيك باللبن. يامي، وبعدها بنخلطهم هيك. صارت اطيب وجبه صحيه. تفضلوا. طيب بتجنن والله. شوفوه كانت عم طالب بحقوقها المشروعه. حقها اذا الولد ما بكي شلون علي انه جوعان. هاي اسلوب التعبير الوحيد. صحه وهنا بيلا. اوكي يا جماعه، هلا على اساس خلصنا تحديات المحطات، بس انا في عندي مقلب صغير حسويه برولا. هلا حتشوفوا شو حقلها بالضبط وشو هو المقلب، يعني حتزعل شوي مني رولا. هلا كنت عم اقول لهم انه لسه ما خلصنا تحدي المحطات، لسه في لك تحدي كتير حلو هو خاص فيكي، ولانه عن جد انا بستاهليه يعني. بس انا يعني التحدي بسيط رولا. هلا حنروح على افخم محطه بهولندا، انا اكتشفتها اليوم. محطه وقود يعني كمان، بس كثير فخمه. انا ترك لك اياها مفاجاه، فيها كل شيء بتحلمي فيه لك. حتى مكياج شو ما بدك فيها. يا لطيف. ايه عن جد تخيلي. فهلا حنروح عليها حتنقي اللي بدك اياه. ومعك مو دقيقه ولا دقيقتين، اللي بدك اياه خمس دقائق. ليتس جو ليتس جو. يلا خلينا نروح. قالت ميلا ليتس جو. اوكي رولا وصلنا، تفضلي. هاي احلى محطه في كل هولندا سافرنا عليها، على فكره صار لنا 25 دقيقه على الطريق عشان نوصل لهون. وين المبنى هذا اللي عم تقول عليه؟ المبنى هذا هون. ليش معصبه؟ ليش نزلت بالسياره؟ بدك تنتحر. صار لنا ثلث ساعه من سوق على الطريق من شان تجينا على هي الخرابه. هي بس حتى من بنزين ما كثير فيها يعني. شوفوا ايه شو بتاع خرابه والله. صفي هذا الماركت. هاي مره عبيت فيها انا، فهلا تذكرت قلت اجيبك عليها تسلي شوي. حتى مي ما فيها، هي بس بنزين. فيها هون حاطين هون لوحه كاتبين ممنوع الاقتراب والتصوير. رولا في هنيك ماركت ورا الشجر، روحي تشوفي. خلص انا عصبت منك. هاي بدك محل مكياج خمس دقائق. مكياج كنت متحمسه. لو تقبلتي النزحه صح؟ ما تقبلت. حبيتيها؟ حلوه الحركه. ما حلوه. اوكي يلا سلام. سامحتيني؟ كتبوا له يا جماعه يعطيني دقيقه الفيديو الجاي بشي محل مكياج منشان هيك الم كومه مكياج. شو دقيقه بمحل مكياج؟ والله بتطلعي ب 500,000 يورو. دقيقة بمحل مكياج خمس ثواني.
وخسرانه كمان. اوكي يا جماعه هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. بس بدي اقول لكم الشيء اللي استخلصناه من فيديو اليوم، استخلصته انه اكل المحطات كثير طيب. بالعاده بنسافر انا ورولا على كثير محلات هون بهولندا، بنجرب سناكات بسيطه مشروبات، بس انه نشتري هون اكل هون بهولندا على فكره نظيف كمان مثل اكل المطاعم. صح. يعني بالعاده المحطات ما بتكون نظيفه. صح. تقييمي بشكل عام هو 9 من 10، كثير انبسطنا بهذا اليوم. اي والله انبسطنا وكان في تجارب حلوه واكلات طيبه يعني. اكتبوا لنا دائما اذا بتحبوا هذا النوع من الفيديوهات، وهلا صار لازم ودعكم ونقلكم كثير. باي.